طيب السؤال هنا بيقول لي بروف ان السي دي تانجنت. طيب عشان اعمل بروف ان هو تانجنت، قال لي هو التانجنت في السيركل كان بيجي معايا كام حاجه؟ ثلاثة الله ينور عليك. سايكليك كويس يعني ايه؟ سايكليك كويس يا حمزه يعني يا اما عيني عينه، يا اما سطور يا حمزه، يا اما ودن الوقت. طيب الشكل ده يا حمزه تفتكر انهي واحده فيهم؟ ايه يا حمزه؟ عشان يا حمزه ايوه ليه؟ والشكل ده سايكليك كويس يا حمزه. ايوه ايوه ودن الوقت. ما انا اللي بسال ده سؤالي انا. تفتكر دي أنهي واحدة؟ سطور. سطور يا أخي شيل رقبتك يا بعيد. قال لي يا مستر في رقم 125 وهنا 55 ودول قصاد بعض، فأنا هفكر أعمل لهم بلس. فأروح أقول له ميجر وفي أنجل إن بلس ميجر وفي أنجل سي سي إيكوال 125 بلس 55. تفتكر هيطلعوا كام يا حمزة؟ بالصدفة والله يعني عارف احنا مش مخططين للموضوع، اتفاجئنا بيه. يبقى دي سي اكس ان سايكليك كويت. في مشكلة الخطوة دي يا حمزة؟ طيب الام ان ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه لاين اوف سنترز. طيب لاين اوف سنترز ده بيعمل ايه؟ قال لي بايسكت الكومن كورد وبربنديكولار. وايه تاني يا مستر؟ قال لي واكسس اوف سيمتري. فاحنا نختصر كل العك اللي احنا قلناه ونقول ان هو اكسس اوف سيمتري. ازاي؟ لمين؟ للاي بي. شايفه ده؟ يبقى الام ان اكسس اوف سيمتري لمين؟ للاي بي. خلاص؟ وخد بالك في الاكسس اوف سيمتري انا حطيت عليه علامه ايه؟ ستريت لاين. طيب وفي الاي بي حطيت لاين سيجنال. قال لي يعني الام ان بيرفنديكولار على الاي دي. قال لي في السايكل الكويت لما يكون في واحده بيرفنديكولار يبقى اكيد في بيرفنديكولار تاني. خلاص؟ يبقى لو شفت اثنين بيربنديكولار يبقى سايكل كواد. طب شفت سايكل كواد وبيربنديكولار يبقى في بيربنديكولار ثانيه. طب فين البيربنديكولار الثانيه؟ قال لي الناحيه الثانيه. خلاص؟ اهو ان دي بيربنديكولار على سي اي دي سي او سي دي. خلاص؟ وبالصدفه لقيت ان الان دي ده ايه؟ ريدنس. خلاص؟ راديوس وبربنديكولار يدينا تانجنت. قال لي يبقى دي سي ايه؟ تانجنت. دي سي تانجنت. خلاص؟ ماشي. بس اعتبر خلاص. طيب تعالوا نبص يعني. الاي اكس ده تانجنت. خلاص؟ تانجنت تعمل بيه ايه؟ بندور على الريديوس يا كور يا تانجنت. طب تفتكر هنا موجود مين؟ قال لي الريديوس كور. اشتغل على انهي سيركل؟ يعني ايه اشتغل على انهي سيركل؟ قال لي انت عندك تو سيركل، واحده كبيره وواحده صغيره. هتشتغل على انهي واحده فيهم؟ الاثنين. مره اشتغل على الكبيره ومره اشتغل على الصغيره. تعال نشتغل مع بعض على الكبيره. يلا. ايه اكس تانجنت؟ مين الكورد اوف تانجنسي؟ اي بي اي سي. احنا بنشتغل على الكبيره ولا الصغيره؟ الاثنين اي بي. الاثنين الصغيره. ماشي. لو انا هشتغل على السيركل الصغيره يبقى اي بي. اي بي كورد اوف تانجنسي. كورد اوف تانجنسي.
يعني ميجر انجل بي كل ميجر انجل دي خلاص. قال لي يبقى ميجر اوف انجل، ازاي بنجيب الانجل؟ نجيب القرارة ايوه الاي نص في النص تبقى بي اي اكس، تبقى ميجر اوف انجل بي اي اكس ايكوال ميجر اوف انجل اي سي اي سي بي سي اي سي بي وادي البي ونشوف اللي ماسكه اللي هي خلاص. فيها مشكلة؟ لا. طيب تعالى نديها نمبر كده عشان نبقى عارفينها. قال لي دي كده 1 اللي هي انجل بي اي اكس، دي اي اكس دي كده 1 خلاص، و اي دي بي اي دي بي برضه ايه 1 عشان هما ايه ايكوال خلاص تمام. طيب يلا نشوف السيرفس الكبيرة يا حمد. اي اكس تانجنت equal half measure of the arc اللي اسمه D
دي بي ايكوال كام؟ هقول ديها لك ب 26. يبقى الارك نفسه بكام؟ ميجر الارك دي بي بكام؟ 20 لا الدبل بتاعها 80 خلاص الدبل بتاع 26 اعمل 26 تايم 2 تطلع انا حاسسها 52 رجع ورا خلاص شباب والله العظيم في الارقام رجعوا باحساس كده يعني لو تحسبها تاني على الكلام اعمل 2 تايم 26 ماشي يبقى الارك ده كده كام؟ 52 تعرف تجيب ميجر اوف ارك اتش سي؟ ارك في اتش سي ارك في اتش سي دبل 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 ماينس الارك الصغير اللي اسمه بي دي ايه ميجر اوف انجل ايه الراجل الدارج بفرونتي ايكوال هاف تايم الاتش سي ماينس البي دي بكام 52 خلاص تعملها على الكالكوليتر شيفت كامل هيطلع معاك الاتش سي خلاص فيها مشكله؟ لا طيب ايكوال زي ما قلت بعد كده عايز ميجر اوف انجل اتش اكس سي اتش اكس سي عايز الانجل دي ها هاف ال تخلف عقلي تخلف عقلي تاني قانون سبحان الله قانون سبحان الله تاني ما هو قانون سبحان الله ليه كام نسخه سبحان الله ليه نسختين واحدة لما تكون الانجل بره وواحدة لما تكون الانجل جوه. طيب القانون سبحان الله ده كان بيقول ايه؟ قال لي ميجر اوف انجل تعالى نكتبها هنا. اوف انجل اكس. ميجر اوف انجل اكس يا حمزة هتبقى ايكوال هاف الارك الكبير اللي احنا طلعناه من هنا اللي هو اتش سي بس المرة دي ايه؟ بلس الارك اللي الناحية التانية اللي هو زي دي. خلاص يا حمزة؟ كده الحمد لله خلصنا الامتحان بتاع 2019 بس السنة دي